المايجرين أو الصداع النصفي ومرض الزهايمر مع دكتور عبد الرحمن شتي لأخصائي بطب الدماغ والأعصاب. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا فيك. يا هلا دكتور. يعني لما منقول أخصائي بطب الدماغ والأعصاب فينا نقول يعني بالسنتر تبع الجسم كله، وإذا بدنا نحكي عن المايجرين أوكي. اللي هو مرض العصر وأسبابه العديدة، هل من الطبيعي انه الانسان يكون عايش حياته مع شيء اسمه كرونيك مايجرين، يعني على طول يصاب بالمايجرين؟ اي او الكرونيك مايجرين نسبته قليله اذا اخذنا المايجرين بيشنت از هول، يعني تقريبا 5% من مرضى المايجرين بصير عندهم كرونيك مايجرين. ما نفهم على الضبط لشو المايجرين بيكون من ابيزوديك اوكي للكرونيك. اوكي. اي بس ما في شك الكرونيك مايجرين نوباته كثير مزعجه، بتاثر على حياه الشخص وعلى شغله ووظيفته وتعامله مع المجتمع كمان، فعشان هيك وعلاجه صعب منه هين. اوكي. وعاده بكون المريض سنفد كل الادويه العاديه المعطيه للميجرين. اوكي. فعشان هيك العلاج تبعه رح يكون شوي مختلف عن الميجرين العادي. دكتور أوكي. خلينا بالاول نحدد شو هو المايجرين، لانه كثير من الاشخاص شيء يوجعهم راسهم بيقولوا لنا معي مايجرين. شو هو المايجرين أوكي. وشو هو اسبابه؟ اوكي. المايجرين هو المايجرين مرض وراثي. في عندنا خلل جيني بسيط بياثر بياثر على المريض، فبالتالي بصير معه نوبات صداع. المايجرين هو من الامراض العصبيه اللي بكون الصداع هو المرض بحد ذاته. عادة بكون بصير في اوجاع راس بسبب مثلا واحد اكل خبط على راسه، في نزيف بالدماغ، اذا في عندنا ورم دماغي مثلا، في عندنا التهاب بالسحايا بصير في وجع راس. اوكي. اذا واحد عنده مثلا ارتفاع بضغط العين بتعمل له وجع راس كمان. اوكي. فهيدا بكون وجع راس ناتج عن مشكله ثانيه اوكي بالراس، بس الميجرين بحد ذاته هو المرض الاساسي. اوكي. اوكي. هلا عادة بصير اكثر شيء ببلش عند الشباب والصبايا، حتى اوقات عادة تحت العشر سنين ببلش، بس عادة ببلش تحت العشرين سنة، وبعد الأربعين سنة بخف كثير. عم نحكي كبداية أوجاع ميجرين. فالفئة العمرية تبع الميجرين عادة البيك بيرفلنس بيكون بين العشرين والخمسين سنة. هلا عدد نوبات الميجرين في عندنا نوعين، في عندنا الإبيزوديك بيجي مثل نوبات، وعندنا بعدين الكرونيك بيجي بشكل مستمر ومزمن اكثر من 3 اشهر بيصير. هلا الابيزوديك مايجرين من شخصه عن طريق اول شيء ما في عندنا فحص بشخص المايجرين على الاكيد. ما في عندنا صوره مثلا بتقولنا والله المريض عنده مايجرين، ما في فحص دم بيقول لنا المريض عنده مايجرين، بنشخص حسب العوارض السريريه، وعلى شرط انه المريض ما يكون عنده مرض ثاني بيعطي نفس العوارض تبع الميجرين. اوكي. اوكي. هاي القصة. أي. هون القصة بقى. أي. هلا الميجرين طبعا له درجات ما أي. هيك في ناس يعني بيوجعون كثير هيك بشكل نص كثير راسهم عينهم، بتصير بتحس انه العين عم بتطبق هون الولد تقل بالراس صح. تقل بالهيدا، في درجات. طيب دكتور كيف في الانسان يعرف، لانه هلا صار في اسباب كثير وعديده لتعمل ميجرين، التليفون بيعمل لك ميجرين. اوكي. إذا أنت عندك بريديسبوزيسيون، رقبتك اللي بتبقى تعجى كل الوقت من وجع الرقبة ممكن تعمل كمان ميجرين، من وراء اللابتوب، هيدول محفزات بعتقد إنه تعمل أكثر مايجرين من الطبيعي صح؟ صح. هو اللي ما بيعمل مايجرين، المريض عنده مايجرين. طبعاً بمحفزات. عم نحكي على الحوافز، محفزات، عم تحكي مظبوط كثير، فعن عدة أنواع محفزات. عشان هيك بننصح المريض إنه يشوف شو المحفزات وحاول يتجنبهم. إذا عرف هيك بقول هاي المحفزات بخف نص النوبات تقريبا. اوكي. على المحفزات شو هن مثلا؟ في عندك شيء له علاقه مع الاكل. اوكي. مثلا عندك انت مثلا الخل او النبيت او اوقات البصل والثوم، في عندك بعدين السكر الاصطناعي الجلوتاميت الاسبارتيم، عندك بعدين النترات هذا بحطوه عادة بالمعلبات حتى يحافظوا على المعلبات. اوكي. عندك بعدين الروائح اوكي البارفان مثلا اوكي. الدخان هو مول يعمل نوبات ميجرين هولي. بعدين في عندك عوامل مثلا ستريس اوكي التعصيب التوتر المزمن او جد اشياء على المريض بشكل طارئ، قله النوم او كثره النوم كمان، يعني التوتر الجسدي اوكي الاجهاد الجسدي والفكر كمان والنفسي بياثر كثير.
في ناس مثلا عندهم مشاكل النوم كان بيسبب له نوبات ميجرين كمان. في المحفزات اللي علاقه بالجسم حد ذاته مثلا، عندك الهرمونات ما عند عند النساء مثلا، عندك الحبل، عندك الدوره الشهريه، اوكي كل هذا ما هو ياثر يعمل نوبات للمريض. يعني في كتير نساء قبل الدورة الشهرية مزبوط بيعملوا ميجران. مزبوط، ومع الدورة كمان. صحيح دكتور، بما أنه نافذة وفتحناها من بعد المينوبوز مفروض يخف أو يختفي الميجران؟ بخف بس ما بالضرورة. المشكلة نحن بالنسبة للمحفزات أنه كل مريض بتعامل بشكل مختلف مع المحفز. إذا أنا مثلا على البيت بيصير معي وجع راس كتير قوي، غيري لا ما ضروري. يعني غير مثلا على السيجارة بصير معي بيت وجع راس. صح. فمهم انه نعرف شو هي المحفزات هيدي، اوكي ننبه المريض للقصة هيدي، يعرف شو هي المحفزات، نحاول نتجنبها بالمستقبل. قله الاكل ممكن تعمل الريفلوكس بيعمل قله الاكل بيعمل ميجرين اكيد بالخاص. عشان هيك مثلا وقت الصيام برمضان كثير عالم بتوجع راسها. عرفت كيف؟ قله الاكل بينزل السكر بشكل او اخر بياثر على بيعمل صداع. الضغط العالي كمان، الضغط العالي الضغط العالي اصلا هو معقول يعمل وجع راس اذا كان عالي كثير. هلا طبيعه الميجرين يكون في عندنا نقفه اوكي بالراس بسبب ضغط الدم للشرايين، والشرايين شوي بتوسع بشكل اكثر من اللازم، فبالتالي بصير معها اوجاع. اوكي فواحد ضغطه عالي واصلا الشرايين شوي موسع، ضغط الدم بزيد بصير معه وجع راس اكثر. دكتور شو الفرق بين وجع الراس النصفي واوقات بيصيب اللي عندهم مايجرين هون بالرقبه اوكي واوقات بس من قدام على العيون، فينا نفرق بيناتهم؟ هلا في شغله بس المايجرين، المايجرين ما انه حاله وحده. المايجرين مثلا عندنا تسلسل حالات بصير مع المريض. اول شيء بشيء بنسميها برودروم، هذا ما قبل المايجرين، ما قبل الصداع. ما قبل الصداع المريض بحس بشغلات انه تغير بجسمه، في شيء بتوتر بعصب، بصير معه مثلا وجع رقبه اوكي، بصير معه مثلا لعية نفس، بصير معه مثلا بصير بتاوب كثير اوكي، بصير مثلا بحب ياكل اكل معين اكثر من اللازم او اقل من اللازم، ماشي حال بتغير شوي المود تبعه، هيدا ما قبل النوبه. وقت النوبه بضرب نوبه الميجرين، بتكون عاده يعني صداع نصفي، وجع قوي متوسط لقوي كثير. اذا اخذنا درجات لوجع الراس بين 0 للـ10، 5 بكون وسط، 3 بكون خفيف، 8 كثير قوي، وجع الميجرين بكون بين 7 والـ10. اوكي فوجع قوي عاده بكون بالسيشن، يعني بتحس انه الوجع عم ينقف نقف اوكي مثل ما حكينا. وبعدين بصير في عندك انت في بكون في لعية نفس، في استفراغ، الضوء الصوت والضجيج بضايق المريض فما بتحمل الضوء القوي. اوكي والنوبه عاده بتقعد لنص نهار او نهار بكامل، وبعدين بتخف بتروح. بعد ما تروح النوبه بكون المريض تعبان مرهق، ما له خلق من يشتغل كثير. يعني دكتور في منهم بتضل النوبة على أكثر من هيك أيام وجمعة، يعني الماما أسابيع بتنام بشتاق لها. أي على في يعني هالقد مظبوط الفرق بين النوبات عم تتكرر أوكي أو نوبة ضلتها ساحبة مثلا أكثر من 3 أيام. نادر ما يكون نوبة الميجرين ضل أكثر من 3 أيام، قليل بسميها ستاتس مايجرينوسس بالحالة هذه، قليل كثير. هلا في إذا ضلت شو يعني؟ إذا ضلت إنه لا عندها أوجاع قوية بتكون المريض بيكون مزعوج ومريض منها القصة. بس في شغلة، في شغلة اسمه كلاسيك مايجرين. كلاسيك مايجرين بيكون المريض عنده مثلا شوية يعني شوية مشاكل بالنظر أوكي، بشوف مثلا شيء بيطفو بضوي أو خطوط الزجزاج مكسرة إلى ألوان أوكي مع شوية وهج، بتكبر شوي 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 شوي، هذا مش هو الفيجوال أورا، هيدا بتجي قبل ما تصير معك وجع الراس كصداع هذي. وبعدين بصير في تنميل بالوجه او بالايد اوكي، واذا ضل هيك طولت اكثر ما بصير في عندك شوي صعوبه بالحكي، ايه بيتقل لسان، بيتقل لسان صحيح. يعني هيدا ما قبل نوبه الميجرين، بتجي بعدين نوبه الصداع، بعدين ما بعد الصداع. وهيدا ككل ناخذ نوبه الميجرين بحد ذاته. هلا عدد الميجرين بتكرر مثلا بتجي نوبتين بالشهر تقريبا، يعني اغلب المرضى إذا كان في نوبة ميجرين الطريقة اللي بتجي فيها مثلا كان متوسطة أو الوقت اللي بتضل فيه مثلا خفيف كتير وعددها بالشهر قليل، ما بناخذ ما بنعطي علاج وقائي، ممكن نعطي علاج بس للنوبة حد ذاتها، يعني بنعطي مسكنات أو بنعطي أدوية خصوصي اسمها تريبتان يعني حتى نكسر النوبة أوكي. إذا تكررت أكثر من 3-4 نوبات بالشهر وكانت مزعجة وأثرت على حياة المريض
نعطي ادويه وقائيه حتى ما يصير في نوبات لمده 6 اشهر او 8 اشهر. طيب دكتور امتين منخلبط بين منوهم او منكون مفكرين حالنا معنا مايجرين ونحن بيكون عندنا سيريس بروبلم براسنا وما معنا خبر؟ أوكي. لانه بلبنان خليني اقول لك شغله، اغلبيه الحكمه خدي دواء خدي دواء خدي دواء، ما حدا بيقول لك روح سوي راسك. اوكي، يعني عكس ما مندور على الاسباب ما يعني. ايه عكس برا دغري بيقولوا لهم روحوا صوروا روحوا صوروا روحوا. خلينا نعطيك اثنين سيناريوز. ايه أول سيناريو، واحدة مثلا بلش وجع راسها العمر 15 سنة نشر حال، كل شهرين ثلاثة بصير معها نوبات وجع راس، نفس النوبات اوكي نفس النوبات، بتمرق بس ثلاث اربع اسابيع شهرين ثلاثة بدون نوبة وجع راس، برجع بصير معها نوبات كل شهرين ثلاثة، ضلت هيك مثلا ايش لعندك بعد 10 سنين. هلا هيك مريض فحصناها كان فحصها طبيعي نشر حال، ما عندها أي أمراض ثانية وحسب تسلسل التاريخي تبعها اوكي هيدا رح يكون ميجرين. فتشخيص الميجرين حسب العوارض، على افتراض انه فحص المريض طبيعي ما عنده امراض ثانيه بتفسر الاوجاع. السيناريو الثاني، مريض مثلا له 3 اشهر عنده وجع راسه وعم بيزيد عم بيزيد مع الوقت، صار يفيقه بالليل اوكي بطل ينام منيح عم يستفرع، اذا نام مسطح بتحس حاله عم زوغ النظر كثير اوكي، عم يمشي مشته منها طبيعيه اوكي، بيجي عندنا المريض بنفحصه عنده شويه ضعف باليمين او بالشمال، هذا بده صوره اوكي. فهيدي السنتين سيناريوز مختلفين، امتى بنصور المريض اوكي، امتى نعمل فحوصات، امتى نقول هيدا ميجرين ممكن ما بحاجه لشيء اوكي. هلا اكيد بنقدر نعمل صوره لكل مريض بس بتكلف الصوره ماشي الحال، وكمان في صوره مثلا مزعجه بدك تفوتي مثل ام ار اي بيعطي اصوات كثير قويه، مريض عنده فوبيا بيخاف كثير اوكي، فاذا في زوم اكيد رح نعمل. طيب شو معقول يكون اذا ما معه مايجرين، شو معقول يكون معه؟ اوكي هلا في عندنا شيء اسمه اذا وجع مزمن فحصه طبيعي وكل شيء، في شيء اسمه تنشن هيديك، تنشن تايب هيديك، تنشن تايب هيديك بيجي عاده من ورا اوكي بلف لقدام اوكي، وجع خفيف متوسط ايه، وهذا بضل اكثر من كذا يوم، بضل اوقات اسبوع اسبوعين ماشي الحال، وهذا ناتج عن تشنج عضلات الرقبه او الوجه اوكي او الكتف، بيضرب لو هنيك لفوق. اوقات بيجوا اثنين مع بعضهم بجرين مع التنشن هيديك، واحد بيكمل الثاني او بيرجع بيروجع على الثاني، عرفت كيف علي؟ فعادة اذا المريض فحصه طبيعي وله زمان بيكون عنده يا تنشن هيديك او مايجرين. هلا كل شيء بصير بالراس هون بالرقبه بالطارئه بيعمل وجع راس. اوكي. يعني اذا عنده ديسك برقبته بصير بيعمل وجع راس من ورا بيكون، اذا المريض عنده مثلا مشاكل بالدراس وما يعمل وجع راس بالفك كمان كتير. مشاكل بالعين بكز كثير اوكي. شكل بالدانه كل شيء بالراس بيعمل وجع راس. دكتور في واتساب امتين، بس قبل الواتساب امتين اتس ريد فلاج، انتبه عظيم يمكن يكون معك تيومر براسك وانت ما معك خبر. هذا سؤال كثير كثير مهم. امتين ريد فلاجز؟ او مثلا واحد عنده واحد ما واحد يحب لي عنده وجع راس هذا ريد فلاج. واحد عنده مثلا عنده تاريخ عنده سرطان من قبل مثلا هذا ريد فلاج اوكي، واحد مثلا صار عنده صدع وجع راس فجائي قوي كثير غير محمول بفلع الراس فلع هيدا ريد فلاج اوكي، وجع راس مستمر متطور ماشي الحال ما عم يرتاح ما عم يغلن وجع راس ابدا هيدا ريد فلاج، وجع راس مثلا فيق المريض بنص الليل كن نايم فيق بنص الليل اوكي وعم يزيد هيدا ريد فلاج، وجع راس عنده مثلا زغل بالنظر عم شوف اثنين المريض اوكي كمان ريد فلاج، وجع راس مثلا ما مستجيب للعلاج اوكي وعم يزيد يعني كمان اذا اخذ بانادول ما بيستجيب له. هيدي النقطه الثانيه اللي بحبها بكي، بس اذا في الفحص تبع المريض السريري منه طبيعي هذا ريد فلاج. اوكي هيدا هو كان السؤال او يعني شبه هيدا هو دكتور مشاهد عم يسال انه اسبوع ايه اسبوع لا بيوجع راسه بياخذ حبتين مسكن بيمشي حاله، لازم يروح عند طبيب؟ هلا اذا له الفتره اذا هيك له بالحاله الفتره طويله وماشي حاله حبتين بنادول بالاسبوع ما في زوم صراحه أوكي. يعني طيب اي بس في شغله بالنسبه لقصه الادويه كثير نقطه مهمه كثير، في ناس بصير عندهم ادمان على المسكنات اوكي، فانا عندي وجع راس كل يوم عنده باخذ حبتين بنادول كل يوم على اسبوع اسبوعين شهر شهرين باخذ بنادول، المسكنات بحد ذاتهم بصير في نوع من الادمان على المسكنات، فبصير عندها وجع راس له علاقه خصوصي بالمسكنات اسمها ميديكيشن اوفر. وفي شيء اسمه دكتور الجسم بيتعود على هالمسكنات فما بيعود
ما بيعودوا يعطوا مفعول؟ بس بيعودوا يعطوا مفعول، إذا وقفت يوم بصير معك وجع راس. آه أوكي كمان. فبكون عندك وجع راس أوكي أكثر من سبب. وجع راس ميجرين تنشن هيدك مثلا، وجع راس له علاقة مع الأبيوس تبع المسكنات أوكي. وهيدك علاجه بصير أصعب أوكي للمريض. وبعدنا بنعترف إنه البوتوكس بالرقبة إذا عمل عند نورولوج طبعا بيفيد. اوكي البوتوكس بنعمل بكذا محل بالوجه وحتى أوكي. هون إيه. بالوجه وعلى الجنب كمان وبالرقبه بنعطى للكرونيك مايجرين اوكي ما بنعطى للابيزوديك مايجرين ما بينفع اوكي ف وعاده بنعطي ثلاث جرعات شوف اذا المريض بتحسن عاده ببين معنا من اول جرعتين اذا بتحسن او لا هلا في عندك ادويه اهم من البوتوكس هلا صار والله شو اكيد نحكي فيهم بعد البريك دكتور عبد الرحمن شتيلة اكيد وبدنا كمان شويه وقت لنحكي بالالزهايمر فبالوقت المتبقي اكيد مشاهدينا بريك صغير بنرجع لكم بالقسم الأخير من حلقتنا مع دكتور عبد الرحمن شتيلة اللي هو أخصائي بطب الدماغ والأعصاب موضوع مهم كتير هو المايجرين ووجع الرأس وإذا كمان لازم نحكي عن الألزايمر كمان بس كنا دكتور قبل البريك عم نحكي عن الأدوية قلت لنا أنه في أدوية جديدة طلعت صح. كرمال الميجرين شو هن؟ صح هلا في مادة اسمه كالسيتونين جين ريليتد بيبتايد هذا بروتين أوكي له علاقة مهمة بنوبات الميجرين. اوكي. فالإيديو الجديدة اللي نزلت بنعطى إبر تحت الجلد، اوكي، ببطل عمل هالبروتين هذا، فبالتالي بتخف نوبات الميجرين. اوكي. اوكي. هذا بنعطى مرة بالشهر. إي. وفعال. فعنا عدة أدوية بهالمجال هيدي، في دواء مثلا اسمه الإيموفيج. اوكي. دواء اسمه الإمجاليتي. أورايت. كان في منهم بالبلد هون، موجودين بالشرق الأوسط. الأدوية فعالة. أوكي. بنعطى مرة بالشهر عمدة سنة. بنعطى للإبيزوديك مايجرين، بنعطى للكرونيك مايجرين. بنعطى كمان لمرتين اسمه كلاسر هيديك، هذا وجع أسوأ من الميجرين، صداع العنقود يعني. أوكي. فالأدوية كثير فعالة هيدي. يعني الأول مرة يعني بنلاقي إنه بالفعل حسب بعد الأبحاث الطويلة يعني نطلعنا بهيك أدوية. هلا عم يصير منها حبوب. هالأدوية هيدي كمان فعاليتها عم بتترجم بالدراسات اللي عم بتصير. اوكي. خلينا نجاوب المشاهدين دكتور لو سمحت، سؤال من رجاء، الوجع النصفي ممكن يكون ناتج عن نقص الحديد بالجسم؟ هلا عادة إذا في مشكلة بالجسم بشكل عام بتعطي صداع على الميلتين، اوكي بشكل عام. بس إذا كان مريض عنده فئر دم كثير قوي، اوكي. معقول هيدا كان محفز لنوبة ميجرين. اوكي فبالتالي اكيد ضعف الحديد بده يتعالج. اوكي. شخص اخر بيقول وجع الراس عنده بيكون مثل الالكتريك شوك. اي. هل هو مايجرين يعني من أوكي. شخص هلا في اوقات بصير في عندنا بنسميها ايس بيك هيديك بتصير عادة للناس اللي عندهم مايجرين. اوكي. بصير كمان لحالها هيدي. هذا نوع ثاني من الصداع. اي هلا اذا هيدي اللي بتجي مثلا مع نوبات الميجرين وبكون لها مع المايجرين اوكي فبنعالج المايجرين بتروح هلا بنحدد على الضبط اذا كان هو قصده وجع راس ثاني صداع ثاني بسميها نورالجيا مثل ترجمها لنورالجيا هول بيجوا مثل ضربات مثل الكهرباء يعني بتيجي على دفعات على دقيقتين ثلاثه وبعدين بتروح بتروجع بعدين هيدي بتيجي مثلا على الخد اوكي او على الفك او من فوق العين كمان أوجاع كتير قوية، alright، إلا أدوية خصوصي غير أدوية الميجرين. أوكي. فهيدا عم نحكي على صداع تاني. لما نحكي على الصداع بدنا نحدد على الضبط مع شو عم نتعامل، أوكي؟ كله بيعتمد حسب تشخيص المريض السريري. كيف العوارض؟ كيف بتكون؟ كيف بتبلش؟ كيف بتكمل؟ كيف تنتهي؟ الفريكونسي تبعيتها. كيف بعدين بتروجع مرة تانية؟ وكيف تسلسل الأوجاع مع الوقت؟ أوكي؟
اكيد مثلا المايجرين في عاده المريض مرض وراثي، يعني نص المرضى اللي عندهم مايجرين في حدا بالعائله، واحد من العائله. اذا الاب والام عنده المايجرين في احتمال 80% الاولاد رح يكون عندهم مايجرين كمان. فكل هول بياخذها على الاعتبار اكيد مع الفحص اذا في زوم نعمل صوت رنين اكيد. دكتور ممكن كثير بعمر صغير ينصابوا بمايجرين مع أكيد يعني مع فم يسمعوا كل شيء صح؟ يعني ثلاث سنين واربع سنين عم بحكي. انا ابني هيك انا لانه بنتي قطعت فيها بس هلا شو اسمه؟ عاده بعد بعد البيبرتي بعد البلوغ بيرتاحوا شوي. لا البنات بصير عندهم ميجرين اكثر من الشباب نسبه 2-3 لواحد. بس قبل البلوغ الشباب الصبيان شوي اكثر من البنات. بتنقلب الايه بعد البلوغ. واكيد بصير تحت 10 سنين. ومدر يكون يصير يكون الولد عنده وجع راس، بيجي اوقات باستفراغ، اوقات بدوخه كثير قويه، اوكي، اوقات بكون عنده شويه مشكل بالتوازن بتجي وبتروح. فهنا عوارض الميجرين عند الصغار، اوكي، حتى يعني فتره الصداع مدر يكون مثلا اكثر من 4 ساعات، ما يكون ساعه او ساعتين. مزبوط. بتختلف. اوكي. فكثير بفكر في اوقات بيجي المريض عنده وجع بطن بس، بكون هذا له علاقه مع المايجرين. اوف اكيد. هالقد؟ اكيد. ايه. ف ايه ففي عنا ف كيف المايجرين ببلش عند الصغار بيختلف عن الكبار شوي. اوكي. طيب يا دكتور قديش عم بتشوف مرضى عم يجوا لعندك بيطلع سبب الميجرين هي طريقه حياتنا اللي صارت هلا؟ سبب يمكن ميجرين او وجع راس، خي مش يمكن مش ميجرين. طب قعدتنا وهالطبي كل الوقت انك عم تطلع على التليفون، اكثر شيء التليفون اكثر حتى من اللابتوب، قديش عم اسباب الانحناء بالرقبه عم بيؤدي لوجع راس كثير؟ العادات السيئه اللي عندنا اياها. بس التليفون اكيد صح. انت لما تعدي كثير توطي رقبتك هيك، اول شيء عم يصير في تنشن على عضلات الرقبه والكتف، اوكي، هذا بحد ذاته بتعمل وجع، الوجع بيترجم لصداع. اوكي. فاذا المريض عنده اسباب ثانيه، محفزات ثانيه مثلا مثل فرط دم كثير قوي، روايح، تعصيب، توتر، قله نوم، اوكي، صابت انه عندها الميعاد كمان البنت، يعني خدع على وجع الراس. فكيف؟ فما عم نحكي بعدين في شغله كثير مهمه بالنسبه لعندهم وجع مزمن، اوكي، العامل النفسي. في امراض تجي مع الميجرين، اوكي، هذا السبب يكون مثل نعم السبب او مرافق للميجرين. مثلا الناس عنده ميجرين معرضين اكثر من غيرهم، يكون عنده مثلا توتر، تعصيب، ديبرشن، اوكي، ما يكون عندهم ضغط عالي شوي، ما يكون عنده مثلا قرحه بسبب التعصيب والتوتر، اوكي، يكون عنده اوقات ربو، عندهم رفد قلب سريع، بيكون مشاكل مثلا بالغده، عندهم ضغط عالي. فبدنا نعالج كمان الحالات هذه، يعني ما بتعالج صداع اذا ما عالجت ديبرشن كابه. اوكي. بيجوا مع بعضهم هولي. اوكي. فهذا كثير مهم، نحن لما نعالج المايجرين نشوف المريض كوحده كلها متكامله، ما انه بس صداع وتركناه للمريض. عنده ضغط، عنده فقر دم، عنده ربو ما ربو، عنده قرح بالمعده، عنده مثلا عنده وحص بالكلى او لا، عنده ديبرشن، نومه تعبان او لا، عنده سليب ابنيا، كلها بتاثر معنا. بدنا ما بتعالج المايجرين الا اذا ما عالجنا كمان المحفزات هول. يا الهي دكتور بالوقت المتبقي هذا شغلتنا هذه. هلا وي ديدنت كفر كل شيء بالمايجرين لانه فينا نحكي ساعات وساعات، بس لانه المشاهدين موعودين وبدنا نستفيد من وجودك معنا كمان لنحكي شوي بمرض الالزهايمر. وكمان عندنا اسئله من المشاهدين، شو هو الالزهايمر واي متى بيصيبنا ومين بيصيب، مين معرض اكثر؟ هلا اول شيء الالزهايمر بنتج عنده خرف. هلا بنحكي على مريض اللي عنده عوارض الالزهايمر، عنده عوارض الخرف. هلا فنحكي شو الخرف اول شيء. الخرف مثلا بصير في عندنا تاكل بخلايا الدماغ، ماشي الحال، بتضعف بتموت اخر شيء مع الوقت شوي شوي، فبالتالي بينتج عندنا ضعف القدرات العقليه تبع المريض، تبع الانسان. هلا الدماغ معمول لقسمين، اوكي، في عندك قسم امامي، قسم متوسط، قسم خلفي، كل قسم له عنده فانكشن معين. عنده فانكشن معين. اذا القسم معين تاثر اكثر شيء الفانكشن تبعته رح تتاثر. اوكي. لما نحكي على عوارض الخرف عم نحكي على عده امراض بتسبب الخرف. هلا اغلبها هو الالزهايمر ديزيز، يعني الالزهايمر بسبب 60-70% من امراض الخرف. عندنا بعدين مثلا الجلطات اللي بتتكرر، اوكي، عندنا امراض الشرايين الدماغ،
صار في عندنا جلطة، منطقة ماتت، منطقة تعبت، بشكل عام الدماغ عم يتعب، بيعطى عوارض خرف. في عندنا مرض تاني مثلا اسمه low body disease dementia، في عندنا مثلا frontal temporal dementia، في عندنا مثلا Parkinson disease أوقات مع الوقت بصير. هولي أمراض بسميها degenerative diseases، يعني بكون في عندنا لسبب ما بنعرفه شوي شوي تآكل بخلايا الدماغ بشكل مزمن، أوكي، بنتج عنا آخر شيء الخلايا بتموت وبيصغر هالدماغ هيدا، وقدرة الدماغ أوكي اللي بسميها الريزيرف فانكشن ريزيرف تبع الدماغ، الاحتياط تبع الدماغ مع الوقت بروح شوي شوي. فبيجي وقت المريض دايما يكون عنده 100 مليار خلية عم تشتغل، عنده مثلا 50 مليار خلية عم تشتغل، ما بيقدر المريض مثلا الدماغ يتحكم بالأمور الحياتية العادية بالحالة هيك، فبصير في عنده قصور اوكي بتنتج عنه عوارض الالزهايمر او الخرف. يعني معقول يصيب هذا المرض اشخاص بعمر صغير؟ اوكي، فالالزهايمر هو مرض وراثي صراحه. الالزهايمر نرجع لقصه الجينات، كله بالجينات، يعني تقريبا 80% من لحد هلا اوكي نقدر نحدد المرض له علاقه مع جين معين او لا. هلا عاده الالزهايمر بضرب الناس اللي فوق 65 سنه، 90% من الناس اللي عندهم الزهايمر فوق 65، وكل 5 سنين بدوبل. يعني إذا خدت مريض عمر 60 إلى 65 نسبة الزهايمر مثلا 2 65 إلى 70 بصير 4، 75 إلى 85 بصير مثلا 10، فوق 85 تقريبا 30% من الناس يكون عندهم الزهايمر ديزيز. فما كل مريض كبير بالعمر رح يصير عنده الزهايمر. أوكي. في عندنا محفزات أو مسببات هذا بتسرع نشوء الالزهايمر. مثل شو؟ مثل مثلا الضغط، السكري، اوكي، الدخان، ايه اورايت، دل علي واحد اذا اكل خبيط كثير براسه مثلا، مثل محمد علي كلاي مثلا، اوكي، اذا مثلا المريض عنده جلطات كلها بتاثر كمان، هيدا بتزيد من احتمال الزهايمر ديزيز، اوكي، في ديبرشن كمان بزيد ريسك اوف الزهايمر، اوكي، وفي عندك شغلات بتخفف من وجود الزهايمر، مثلا الاكل الصحي، الاوميجا فاتي اسيدز، السمك، الاكل الميدل ايسترن دايت مثل ما بيقولوا، الرياضه، اذا كان مريض عنده مثلا تحصيل علمي عالي من اول طريق، وكمان الفرص النزهات هذه، ريحه البال، كل كمان بتاثر. نايس. طب بس ما جاوبتنا على سؤالي، هل بيصيب اعمار صغيره اوقات؟ هلا تقريبا 10% من الناس اللي عندهم الزهايمر ديزيز بيكون تحت ال 65 سنه، 10% بيكون عندهم مرض وراثي، عنده جينات معينه بنعرفها الجينات هذه، اوكي، ايه عندك بيسنلين 1 2 وعندك اميلويد بريكسر بروتين، وعندك كمان شغله اسمه الابو اي 4، اوكي، هو اللي عندهم استعداد يصير عندهم مرض الزهايمر. اوكي، هلا الكل رح يصير عندهم الزهايمر ديزيز، بس النسبه قديش، يعني نسبه عاليه، نسبه متوسطه، هيدي بتختلف شوي. اوكي، بس عنده مثلا بيسنلين 1 وال 2 والاميلويد بريكسر بروتين هو الاكيد رح يصير عنده الزهايمر. اللي عنده الابو اي 4 مثلا، اوكي، ميوتيشن، هو اللي ريسك عالي، اوكي، مثلا 14-15 ضعف عن غيره مثلا اللي ما عندهم اياه، اوكي، بس ما ضروري يصير عنده الزهايمر اخر شيء. دكتور سريعا لو سمحت اخر سؤال بطرحه عليك، اللي مصاب بمرض الالزهايمر اذا تنقل كثير، اذا نحن غيرنا له بيت كثير، هيدا الشيء بخلي انه حالته تسوء؟ اوكي، هلا في الاول شيء، هلا في عنا علاج بالالزهايمر اف دي ابروفد من الجمعه، اوكي، واحد من سنه كمان، بدك نحكي عليها شوي كمان، معنا وقت فينا. اوكي، بس بالنسبه للطريقه اللي نتعامل فيها مع المريض مهمه كثير، مثل ما قلتي انه نتعامل معه بشكل هيك لطيف حنون، اوكي، ما نجيب بشكل فوقي، ما نكون كونفرونتيشنال، يعني ما نقول له المريض لا انت غلطان وكذا، نمشي معه نسيره، مش عارف عنده يكون عنده مريض موتر كثير، نحاول نخفف التوتر هذا، بناخذه بنطلعه لبرا بنكزدره، اوكي، اذا مثلا اذا غيرت له البيت او خطيعه محل غريب عليه رح يتضايق، معود كمان على الجو القديم اللي عنده هو، اوكي، اشخاص الغربيه ما حيعرفهم، اوكي، كمان بيزعج منهم كثير، الصوت والضوء الضجيج بضايقوه كثير، خفف له قد ما بنقدر، بالليل مثلا يكون في شويه ضوء، اذا مشي بالليل ما يكون ضايع مثلا، عرف كيف علي؟ نحاول مثلا نعمل له نشاطات، مشي، يعمل رياضه خفيفه، ميوزك، الموسيقى كثير مهمه، اوكي، الموسيقى اللي بحبها المريض كمان، يعني إيه. فنفس الوقت كمان اذا في مجال جيب له اصحابه القدامى كمان يقعدوا يحكي معهم، يتواصل معهم كمان، العائله كمان تكون حواليه كمان،
هلا مشكلتها مع الزهايمر انه ما بس انه في عنا مشكل بالذاكره، مشكل كمان بالحكي وبالادراك او هيك، في كمان مشاكل سلوكيه. يعني المريض شخصيه المريض بتتغير، اوكي بصير بعيط وبصرخ وبشك حدا عم يصره حدا بده يؤذيه مثلا، برضه ما بيتعرف عليها، خاصه وحده غريبه كمان. اوقات بحزن يعني بحزن مرض بحزن، اوقات المريض مثلا بيطلع حاله المرايه ما بيعرف مين شايف، عرفت كيف؟ فالمرض كثير مزعج، والازعج اكثر من هيك هو الاهل اللي بيهتموا بالمريض، يعني الكير تيكرز، اوكي هنيك لانه بيتعبوا وبيتعاملوا بالشكل الخاطئ. الكير تيكرز هو اللي عاده بيكون نسوان. اوكي طب خلينا، هل الافضل انه ينحط بدار رعايه مثلا دكتور ناس مختصه تعتني فيه مثل ما لازم، ولا كمان هيدا يعني تخيلي انت هلا اول لا سمح الله حدا من اهالينا يعني نحطه بلاد برا بحطوهم بدار رعايه، دار مسنين ما في شك، كيف العين اللي بياخذوها كمان في كثير شك عليها. اي هلا اذا المريض ضل يتفاعل معكم خلوه معكم. طيب دكتور شو العلاج اللي قلت عنه الـ FDA approved؟ الـ FDA approved على طبيعة الألزهايمر في بروتين اسمه أميلويد، إذا بجمع بالخلايا وبسبب ضرر بالخلايا مع الوقت بتربط روح الخلايا هذه، فالأميلويد هذا بتكاثر، أوكي بصير موجود بالدماغ لدرجة بمرضى الألزهايمر بيعمل عوارض. أوكي ففي شيء اسمه نقلون الأنتيباديز، أوكي بتفبرك يضرب الاميلويد هذا، اوكي فبالتالي نيوترلايز ات يعني ماشي الحال، فبتخف نسبه الاميلويد موجوده بالدماغ. ما بيصح بس ما احنا عارف هلا نحن اوكي مشكلتنا احنا مع الزهايمر انه الزهايمر ببلش صراحه، صحيح انه العوارض بتيجي على 65 70 سنه بس ببلش الزهايمر قبل 20 سنه. اوكي دكتور لا يمل، يعني حضرتك لازم شي 3 4 5 18 حلقه سوا ناخذ كل المعلومات. دكتور عبد الرحمن شتيلة اخصائي بطب الدماغ والاعصاب، شكرا كثير لوجودك معنا وللمعلومات المهمه اللي حكيت فيها اليوم، شكرا كثير لك.